السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج كلام الناس. كلام الناس متواصل برحلته بكافة محافظاتنا العراقية ومناطق بغداد. اليوم احنا متواجدين بمدينة الصدر حتى نلتقي بأهلنا الكرام، نسمع أمنياتهم، مقترحاتهم، نسمع معاناتهم. تحديداً احنا بمدينة الصدر بسوق مريدي ومقابلنا سوق الحي. سبق وان اجينا بالمدينة، كنا بالقيارة وكنا بسوق عريبة، واليوم سوق العورة، اليوم احنا بمريدي. مو مريدي؟ انتوا كلكم مريدي؟ اي نعم. شلون مريدي؟ زين. ليش سموها مريدي؟ واحد كان بيحب بيحب؟ اي واسمه مريدي سموه على مريدي. اي هاي المعلومة أكيدة؟ هذا حجي حجي اسمه مريدي. اي مريدي شحيته عويد الفلطوسي. زين. هو جه هنا وسموه باسمه. هاي امتى؟ من زمان قديمة. قديمة. هاي معلومة زينة. قديمة. واستمرت سوق مريدي. استمرت. هو حجي جاي من العمارة. اي. اي. فتح هنا سموه باسمه. حجي مريدي. سموه باسمه سوق مريدي. يعني هو اجى من العمارة. ايه. ها؟ ايه. اسمه عريبي، اسمه مريدي. مريدي. ومشت علي مريدي. اي. اي بعد هذا اليوم صاع. ايه. من هذاك اليوم لهذا اليوم. اسئلك. هذا سوق مريدي بشنو يشتهر؟ سوق مال الفقير، كل شيء. اي الفقير، العماله، كل هالعالم. اي اكبر سوق بديت الصدر سوق مريدي، حتى النشر بالدول مال الفقراء. اي يعني هسه الحاجه يعني شو تريد سوق مريدي، مال الناس الفقراء ما عندها التعبانه. زين الناس المتواضع هو سوق مريدي، ارخص شيء سوق مريدي، اكبر سوق بالعالم كله. هذا اكبر سوق مدينه الصدر. اكبر سوق مدينه الصدر. تجون هنا ايش تشترون ايش تسوقون؟ بس الفقير يجي هنا يشتري، يعني على قد حاله بسيط يشتري هالشغلات هاي، وشغلات بسيطه الانسان، لان هو كلها سوق الفقير. هذا بس الفقير يشتري. شلونك يا حلوه؟ شو اخبارك انت؟ شنو اسمك؟ جنات. شو اسمك؟ جنات. جنات. اي جنات. وين بيتكم؟ وين بيتكم؟ تدلين بيتكم وين؟ ها؟ لا لا والله رزق جديد. زين، انت وين هذه المنطقة؟ شو اسمه احنا بوين هسه؟ بيا سوق؟ مريدي. عافية. شو اشتريتي؟ حلويات. حلويات؟ شكراً شكراً. أستاذ على هذا يريد يصير ضابط، يريد يناشدك. أنت من مدينة الصدر؟ لا من العمارة. أهلاً وسهلاً بك. شو عندك هنا بالمدينة؟ والله على مود الكتاب. كتاب ايش؟ هالكتاب على مواليد 2000، مواليد 2000. نعم. فجاء اقدم على الكليه العسكريه. الكليه العسكريه تقبل من تقبل 2001 او 2002. هذا السبب وجاي اسوي استثناء وزير وزير الداخليه. اقول بلكت يستثنى هذا لان انا عندي 2 شهداء. يعني قصدك انتم قدمتوا على كليه الشرطه؟ اي كليه الشرطه. كلية الشرطة. ايه؟ بس انت لين مواليد 2000 صار عمرك 23 ذا مواليد 2000. شهيد ين عنده هو. ايه. زين انت اللي عنده شهداء عنده استثناء؟ اي والدي واخوي. وما قدمته؟ فبعد ما مقدمه يقول ما يصير. يعني احنا من خلال برنامجنا نخاطب وزارة الداخلية، راح ناخذ رقم تليفون الاخ. مكتب الشكاوى في وزارة الداخلية، اذا كان هذا الامر باستثناء أو كان هذا الأمر باستجابة لأن هو عنده شهداء 2، بما أنه هو مواليد 2000 يريد عنده رغبة بالانضمام إلى كلية الشرطة. فباقر اسمك؟ باقر. راح بس اكتب لنا رقم تليفونك، اكتب يمه وزارة الداخلية. إذا اتصلوا بينا راح نتصل بيك. هو من كان صغير يفكر يعني يصير ضابط، الله شاهد. بعد وين كان؟ وين كان بعد التأخير، التأخير والظروف. يعني هو شهيديا، واحد ضحايا الارهاب وواحد بالحشد الشعبي، هو هذا السبب اللي خلاه يتأخر. يعني ظروف تحكم بنادم، صح لو مو صح؟ صح. فاحنا ناشد وزير الداخلية، يا وزير الداخلية اريدك تمشي لنا هذا الشخص، واحنا من العمارة وجايينك، رحمة لوالديك، رحمة لأهلك، وناشدك ونتوصلك يا وزير الداخلية. يلا ان شاء الله خير. انتظر رقم تليفونك ان شاء الله. عزيز ان شاء الله. شلونكم شباب؟ الله يسلمك. شلون والله الوضع الحمد لله زين.
سوق مريدي والله بس مو مثل قبل سوق مريدي. ايش عجب؟ والله سوق مريدي جاي نشوفها انا من العماره. وسوق مريدي قبل ازدحام، هسه ماكو ناس قليله. ليش؟ والله ما تعرف شنو الاسباب يعني، شو قليله، حركه قليله، شبابها قليلين. يعني ما تعرف شنو الاسباب يعني، انا جاي افتر هسه اشتريت لي ملابس. بالعافيه، ملبوس العافيه ان شاء الله. شو اشتريت؟ والله اشتريت ملابس بطرون وقميص. بالعافيه، ملبوس العافيه، تتهنى. ملابس الجهال، الله يحفظ سادنا العزيز. يقولون هنا بسوق مريدي البضاعه رخيصه، يعني ارخص من لا مناسبه. والله لا مناسبه، يعني التراك اذا عندنا بالعماره ب 25 ب 30 هناك كله ب 10000 دينار. القميص ب 5000 هناك بيش كله ب 18 ب 20. البطرون هسه عندنا بالعماره يعني يكتب نفسه كلش ب 20 ب 25. سوق مريدي ب 10000 سوق مناسب الحمد لله، سوق كلش مناسب. انا ما اسوق الا من مريدي والله، دائما اسوق. سلمنا علينا بالعماره. الله يسلمك. السلام عليكم. شو اشتريت؟ هاي ارافل. العفو؟ ارافل. ارافل يعني شو؟ طيور؟ ها شوفنا لو يطيرن. لا ها؟ تعال شوفنا. الله هذا ولا شيء. بيش اخذتن؟ على الفين. والكتكوت هذا؟ هذا اجينا والله. يلا خلينا نشوف الناس. اخذه. وين وديه؟ يقول اخذه. وين وديه؟ هذا يموت حرام، دير بالك. هذا هم روح، هذا هم روح، دير بالكم شباب. بيش اخذت الذن؟ بلف؟ هلا عمو. وناشد احنا متقاعدين والله العظيم. اجار هو 500 طن. اجار على كيفكم. اجار 300، اجار 300، سحب 50، علاج 150. يعني اروح اجدي مناشده وزير المالي يعني رئيس الوزراء يعني دير بالك على المتقاعدين. يعني احنا فرضنا وتعبانين يعني 500 والله ما تكفي. خلي شوي تفتون يعني العراق مو محتاج. العراق بخير وشي يعني. لا اجار يعني اجار 500 طين اجار لو للسحب لو للانترنت لو للمي الارو على السكر وضغط يوميا. اذا ما تصرف 7000-8000 بس علاج. صح العافيه. ايه صحيح والله انت ضروري. اي والله فعلا. يعني اعاده النظر برواتب المتقاعدين باتت مهمة جدا. يعني قد يعني هو رئيس الوزراء كان هو يتابع هاي الشغلة. شو هسه سكت عليها ليش؟ يعني احنا هي 500 شو تكفي؟ يعني هو سلطتها تكفي ال 500؟ اخ شوف ابيع ذي الصراصير من القهر ومن الجوع. يعني ما يكفي. اجار 350 في الشهر، انا 350 محضرهن. اخذ ال 500 اعطيهن اللي اجر. والله العظيم يا استاذ علي وانت شكرا انت جزيلا. الله يسلمك. شكرا جزيلا. الله يرزقك. الله يهنيك. اشتريت ذهب؟ ايه. ها؟ لا هاي سبحه تشترك. اشوفها تسمح لنا. اي عادي. شنو هاي السبحه؟ شارب بالوني. هاي اصليه؟ ايه. بيش هاي؟ 300000. 300000 اشتريتها لو راح تبيعها؟ لا انا اشتغل بيها. صوروها يا بي. يقول هاي اصليه كهرب وب 300000 دينار. عطش يسمونه كهرب. عطش بالوني. ايه بالوني. ايه عنده واي هدي. هسه هذا عظم عاج. هذا سنجلوس. هاي الامور جيده هنا. هذا بيش؟ هذا تقريبا 60000 فيس. وهذا ب 300. وهذا شنو؟ هذا عظم عاج. هذا بيش 50000 تقريبا. ايش هذا؟ باي زهر. الله يرزقك. الله يفتح ابوجك. الله يهنيك. الله واشكرك. شكرا جزيلا. الله شكرا. دير بالك عليهم لا يضيعن. يلا الله يرزقك. شنو الاخبار؟ سيرش على انواع السمك. شنو نوعيتين وبيش؟ شنو نوعية الذن؟ هذا كاريبي. وين الكاريبي؟ هذا كاريبي. هذا بني. هذا بني. هذا زويدي. زويدي. من تجيبوه ماما؟ من البصرة. من البصرة. بيش الكيلو؟ بيش كيلو؟ ب 8000. وهذا شنو نوعيتين؟ هذا مخبوط سبوط قطان. قطان؟ وينه؟ ماما بيش الكيلو؟ 6000. هذا القطان؟
6000. والكاريبي؟ كاريبي 6. هنا شنو اكثر شيء يشترونه؟ شنو اكثر نوع يحبوه؟ يعني المايك بس مات الشاطئ مش هذا ايش قليل اللي هو القطان. اي قطان بني يمشي سبوق. اي هذا هيك. شنو هنا اكثر طبخه مشهوره بمدينه الصدر؟ اي هو هذا القطان السبوط البني. شلون يطبخونه؟ شوي طبخ اي شيء يعني يعجبك انت. تقلاله شوي؟ طبخ شوي كل شيء يصير حسب مزاجك. شلون وضع السوق؟ والله تعبان الحين. ايش عجب؟ كلش تعبان. تعبان مو؟ كلش. ليش ماما؟ ماكو لان الشهر اليوم ايش قد الشهر 17؟ يوم 17 هيك نقعد احنا مثل ما يقول مجدي استمتع جاي ياخذ مو مثل ما قيل ايام الشهر واحد يقمر وياخذ لا زين ماما من يا ساعة ليا ساعة من يا ساعة ليا ساعة تشتغلين؟ الساعة بالثمانية بالتسعة الصبح اي الصبح الساعة لحد من؟ الساعة بالثمانية هيك من هنا ثمانية بالليل الله يساعدك الله يرزقك اكو افادة اكو يقول هذا فقير خلنا نطيه اكو قال نساعد ما عنده اكو رعاية كل شيء ماكو الخالتي وبنت خالتي صح لو لا هذا ابن عمو هذا قرباي وهاي جاي وصلنا شنو اذا في الشباب هاي القعدة هاي الشباب ليش يتبوك تقتل تخطف غير منظمة ونجاحة اللي عنده شهادة ما يوفونه ويجي يشتغل ما يوفونه بس الاقرباء صح لو لا يعني شنو احنا ذنب نسال عنده اربع ولد قاعدين وساكتين كل شيء ماكو شغل زين عند من واحد يشتكي يا ماما الله يعينك اي الله يكون بعونك اللي يعون بس الله والنعم بالله بس الله يعين الله يرزقك نريد خبزه مال حلال اي والله مو مال بوق وانصب عليك واقول لك تعال عيني انك واله ذنك الله يرزقك الله يطول عمرك الله يفتح بوجهك الله لا يعوزك لا حد يعني احنا صح احنا ننقهر خبزه مال حلال الحمد لله بس انت ما دام قاعد تشتغلين حلال الحمد لله والشكر الحمد لله على كل حال الحمد لله الله يستر وعافيه والله يعافينا كش تمرين ام منو انت انا ام احمد والنعم منك والنعم والنعم منك جاي تشتغل لو تشتري؟ اشتري؟ لا هنا كمبر مالي بارك الله الله يرزقك الله يفتح عليك الله يودك اشكرك شلون وضع السوق؟ والله زين الحمد لله زين ها؟ هذا انتم زينين احنا زينين اي اي والله هذا مريدي مريدي هذا لحد من ينتهي هذا الشارع؟ هذا نصه وبعدها كلش طويل بعد ساعه يعزل؟ تقريبا يعزل ساعه بالتسعه هيك اي يبدا الذروه الوقت اللي اكثر شيء الناس تجي وتشتري بالضبط ذروه تجي الساعه العالم بالاربعه بثلاثه تجي اي العالم تجي استاذ الله يرزقك رحم الله والديك. الله يفتح بوجهك رحم الله والديك. استفضل سريع شاي قهوه تسلم والله الله يرزقك استاذ علي سلمك مرحبا حجي شلونك هاي النرجيله صارت بالمسدسات ها هذا قديم بيش هاي 30 30000 اي هذا قبل 8 سنوات جبت نعم لحد الان باقي ما اسمع قبل 6 سنوات 8 سنوات باقي بالموسم مالاتي لحد الان باقي ها اي ما بايع ما يحبون المسدسات ما يمشي انت منين حضرتك انا كردي اهلا وسهلا بك يا هلا بك شلون سوق مريدي على شنو شلون السوق شلون الوضع سوق بيع بس الناس سوق بيها يمشي غراس بس الناس ما يخلون نرتب بترتيب يعني تحتاج الى مكان يترتب قصدك يرتب احنا يلا شكرا شكرا جزيلا اهلي تعال قول شلونك انا عندي مناشد اريد اناشد قول زين وريتها توصل أناشد وزير الدفاع وناشد رئيس أركان أنا داوم عمليات الأنبار ومغاوير فوج الرابع الوحدة الصحراوية 11 شهر أداوم بدون راتب 11 شهر عدل أداوم بدون راتب صار خلاف أنا وولد إطلابه وسووا علي مجلس تحقيقي صعدت محكمة انحكمت 5 أشهر وطرت كملت 5 أشهر بيوم الجاي أطلع جاني أمر فوج ودى علي أبو الرواتب أبو النشر
قال له ممنوع يطلع الا يجيب الماستر كارد. قلت له سيد الماستر انا اطلب عليه 11 شهر بالعباس 11 شهر. زين قلت له شلون اطيها؟ قال ماكو ظل بالسجن، هاي ظلتك. جبت الماستر اطيتها له. كفيلك العباس 11 شهر انا داوم بدون راتب، اروح لوزاره الدفاع يا له اروح له يطردني ما حد يستقبلني. زين نحتاج رقم تليفونك تكتب يم وزاره الدفاع. حتى الشوارع عافتنا وجال، كفيلك العباس ابو فاضل حتى تليفون ما عندي. بالعباس بالشوارع افتر. زين كفيلك العباس ابو فاضل وما حد سوى شيء. بالعباس هاي بجيبه 7000. لحظه، احنا نحتاج رقم تليفونك تكتب يم وزاره الدفاع. ننتظر من الاخوه بوزاره الدفاع يسمعون هذه المناشده. يطلب 11 شهر بالماستر كارد وانفصل. فصلت 11 شهر انحكمت 5 اشهر وطرد، وانا قضيتي بيها تنازل والجيش الطرد ماله يبدا من سنه وفوق. خلاص احنا ننتظر رقم تليفونك استاذ علي. رحمه لوالديك احد عباس ابو فاضل. احنا بالنسبه لنا هاي امام الناس، اذا استجابوا راح نذكرها واذا ما استجابوا هم راح نذكرها. الدوله اخذت حقها مني ما يخالف، اريد حقي. بالعباس ابو فاضل خلي العالم كله تسمع، المره عافتني واخذت الجال وراحت، قالت ساعه ما ظل يمك. والله ننتظر رقم تليفونك. ننتظر رقم تليفونك، احنا موجودين هنا. شكرا جزيلا. شلونكم؟ شو تسولفون؟ سلام. جاي تحكون؟ شاركونا. شلونك؟ شلونك؟ الله يخليك. شلون صحتك؟ انت غير جاي تشكي هموم العالم، هاي الناس. انت غير جاي تسال الناس على همومها وعلى مشاكلها. نعم. زين الله والديك. انا موظف شت بهاي بسوان الاعمار والاسكان. ورفعت معامله ولحد الان. زين. ايش عجب؟ عجب اني تركت العمل زمن البائد. قصدك تريد عوده؟ وعوده ورفعت المعامله ولحد الان. شلون وضع المدينه هنا؟ الحمد لله المدينه عايشه. خدمات الوضع؟ والله الخدمات هسه كل زينه. انا شفت اكو تبليط. خاصه هسه هاي المناطق النائيه، حي السفير، حي الرحمه، الكوفه، يعني ماكو جاي بطول. حضرتك مين من المدينه؟ أنا هنا بالمدينة. مين؟ بداية مين؟ المدينة أنا بقطاع 8. بس هذا مريد العالم لازم تزوره. طبعاً إيه. ليش لازم تزوره؟ يعني تروح وين تروح؟ قبل الناس كانت تروح على شارع الرشيد، السعدون. هسه الناس تجي لمريدي. أغلب العصريات الناس تقضيها بمريدي، وين تروح؟ شكراً جزيلاً، فرصة سعيدة. عندنا مناشدة على التربية. 5 أشهر. داومنا وما طونا الماستر واحنا نا قاعدين ايش وقت يطلقون الرواتب؟ احنا بالضيم قاعدين بالتجاوز. ناشد من الدكتور محمد الشاع السوداني طلق لنا رواتب والماستر ماله. داومنا 5 اشهر ولحد هسه ما مطينا رواتب. الله وكيلك محمد كفيل. انت جديد؟ 5 اشهر صار. صح. انا خريج معهد اداره اقتصاد، موظف لكن فراش، لحد الان انا فراش. الوزير يقول بس موظف خدمة وحارس الليلي ما يصير غير عنوان وظيفي. يعني لحد الآن ما أعرف. أريد نوصل للوزير، أريد استثناء مثلاً منه ما يخالف. يعني إيش اللي يعني موظف خدمة شنو إيش عنده موظف خدمة؟ هذا أنا خريج ما حد إدارة اقتصاد نطبق حتى مصارف. بعدنا حد أنا فراش أنا أكنس. ضف الشهادتين يقول لك هاي الشهادتين ابتدائية ومتوسطة ما عليها أي استحقاق لها. الا غير عنوانك وظيفي، اعطيني خلينا غير عنوان وظيفي ما يخليني لحد الان. اكو كتاب من هناك يقول لك ماكو. تروح للتربيه ما تقول لك من الوزير. زين شنو الحل بها؟ حبيبي مهنه الفراش مهنه اي تنظيف شرف شرف، واهم شيء انه هو الانسان ما يستسلم ويبقى. ولكن غريب يعني انت عندك شهاده واداره واقتصاد وتبقى فراش بها، يعني هذا ظلم. واستحقاق المفروض انا موظف بالمصارف، طبق مصارف. هذا ظلم، هذا حرام. انا عندي دبلوم لحد انا فراش، ظلم بحق ذاته هذا. صح ولا غلطان؟ طبعا طبعا. انت درست وتعبت. استثناء مثلا انا خريج حرامات والله. استثناء من منو؟ من الوزير نفسه. يا وزير؟ وزير التربيه. بصراحه احنا الان نخاطب وزاره التربيه. هنا أنا الأخ يقول لي حد الآن أنا أشتغل فراش بالرغم هو عنده إدارة واقتصاد، ولكن بقانون التربية يقول لك الفراش ما يتغير عنوانه الوظيفي، يطالب باستثناء. فإحنا راح ناخذ رقم تليفونه
واي استجابه تجينا من وزاره التربيه راح نبشر الاخ. فننتظر الاخوان من وزاره التربيه. اذا تسمح تنطينا رقم تليفونك تكتبه بورقه ويا وزاره التربيه. شنو قلت؟ احنا بوزاره التربيه داومنا سنتين، طلعوا هسه الاسماء، احنا سامينا ماكو، ظلوا يجيبون اسماء وهميه وحطوهم بدال. واللي صار له سنتين احنا سنتين والفراش. اي احنا سامينا موجوده استاذ علي، سامينا موجوده، سجل حضور يوميه. احنا قبل اللي غينا جابوا جماعتهم، احنا وين رحنا؟ احنا شنو غير داومنا وعندنا ثبوتيه يمكم، احنا مسجلين كنا توقيع وسامينا. قبل ما صار الصدق قبل غيرتونا، لا اعطيتونا راتب لا هاي، ليش؟ يعني هاي التربيه شنو هاي التربيه مال مدينه الصدق؟ شكرا. وهذا موضوع مهم تذكر. شلونك؟ شلونك استاذ؟ شلونك؟ اشتريت تعال. هو الدجاجات مالتنا يعني نفسه بالتربيه. تعال 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 تعال. هاي بيش الدجاجه؟ انا اسف هسه ارجع لك. هاي الدجاجه سعرها 15، سعرها 15. وين موديهن؟ اجمعهن ابيعهن بسوق الغزل، انا شغلي بالدجاج. اشتري منها من السوق واجمعهن يمي بالبيت. وكنت تشترين منا ب 2000 اكتبين ب 15. لا لا منا 25 ب 5. يعني كل زوج نحصل بيه 5000 10000 بالاسبوع. بالاسبوع؟ اي بالاسبوع. احنا شغلتنا بس على الدجاج، وانا مخرج سادس ادب يعني. قدمت على هاي التعيينات بس ما طلع اسمي هواي. حرامات. قدمت على الكهرباء، قدمت على التربيه، ما طلع اسمي. حاليا عشت على الدجاج فقط. سالفه الكهرباء للدكتور محمد الشاع السوداني انه يطلع الماستر، احنا حالتنا تعبانه وقاعدين بالتجاوز. الله وكيلك محمد كفيلك. الناشد من سعد البزاز. شكرا جزيلا. زين هذا شنو؟ دجاج همين. يعني احنا ما نشوف هذا الدجاج؟ لا لا ماكو راتب. وين تشتغل؟ تبوك؟ لا لا رحم الوالدي. لا لا نبيع دجاج. هذا شنو نوعيته؟ كوشن. نعم؟ كوجي؟ ايه. شنو يعني كوجي؟ هذا تعاجيل وسراويل بيه. فرخة شوفه. ها شوفه؟ يطير 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 الدجاج. الله يا جماعة، الله يرزقكم، الله يوفقكم، الله لا يعزكم إلى أحد. إن شاء الله تحصلون استحقاقكم من هذه الأرض الخير اللي بيها. أنت خريج إن شاء الله. أسفين قاطعناك بس جينا نشوف أول بداية. السلام عليكم أستاذ علي الخالدي. طبعا نشرف بجيتك. أنا من أهالي الزعفرانية واجي هنا لمدينة الصدر سوق مريدي. واي شغلات في سوق مريدي، واي شغلات حلوه في سوق مريدي. تحياتي لهاي العالم الطيبه الكسبه، وطبعا انت اليوم شرفنا واني من معجبينك صراحه. وانت غالي علينا وطيب استاذنا العزيز. شكرا. واسال الله ان يفرج هم المهمومين من المسلمين بجميع بقاع الارض وخصوصا اهالي غزه. تحياتي لك يا غالي. شكرا. فرصه سعيده. الدجاجه تطير؟ نعم تطير. شلون هاي ها؟ اي عده الجهات لازم تطير. اه شلونك؟ الحمد لله نعم. شو اسمك؟ امير. امير شو تشتغل هنا؟ والله بالموبايلات. سبع. الله يسلمك. شلون وضع السوق؟ شلون وضع المريدي؟ والله الوضع شيء ومو زين. زين ومو زين. شلون؟ يعني يوم شغل يوم لا، والحمد لله وشكر. اي الموبايلات المستخدمه؟ مستخدمه جديده كل شيء الحمد لله. ايه. زين هنا الرخاص يقولون زين السعر. اي زين السعر كلش مناسب. يعني مو نص لا جو النص. انت من مدينه الصدر؟ اي من المدينه. مين؟ قطاع 78. شلون هسه الوضع الخدمات؟ شلون وضع الخدمات؟ تعبانه. شوف الوضعيه، حركه ماكو اليوم ترى بالسوق. زين وين بسطيتك؟ والله هناك بالوقفه نشتغل. قدام اكو وقفه هناك بس هسه معزلين يعني حاليا. انت هم بالموبايلات؟ لا لا انا طلعت تيك توك. لا لا ويا اخوي. سبع سبع. انت اخو؟ لا صاحبه. صاحبه. شلونك استاذ؟ صاحبه لو اخو؟ صاحبه. صاحبه هسه وين الصدق؟ لا صاحبه. لا صاحبه ماكو فرق. يلا باوع. انت اخ دنيا والاخ دنيا عزيز، تعرف ليش؟ لان هو اختارك. طالب اختارك يعني انت تكون صديقه. انا جيت اشوفك والله مو يا حبيبي. طيبة. شلون وضع الموبايلات؟ رزق بيد الله. اي وين موبايلاتكم اللي تبيعوها؟ فنان انت بس واحد بالقهوه. شوفنا اياه؟ لا لا شوفه شوفه. بيش هذا؟ جزء؟ لا روبيات نبيعنا بس هيك. اه بيش هذا؟ نجيبه 50 هيك 45 نبيع 50 50. اه وسوى. اوروبي. اوروبي يعني شنو؟ يعني صيني، يعني درجة ثانية. وهذا بيش؟ هذا 70. 70؟ ايه. ايباد ها؟ اي ايباد ابل. ايباد ابل. لا هو موضوع الطلاب اللي قدموا على شو اسمه؟ مال التربية. نعم. قسم طلعت فيها اساميهم، قسم ما طلعوا اساميهم، طلبوا من عندهم فلوس. الحل شلون من وزارة التربية؟
احنا جينا نوصل صوتكم حتى وزارة التربية ولجنة التربية والتعليم تسمع. تسمع يقول لك هنا اكو فلوس، اكو طرق التعيين والقبولات بها الف علامة استفهام، اكو ناس كانت تداوم سنتين على شكل عقد وما تعينت. يعني هسه عدي انا اخوي طلبوا عليه 60 ورقة، نقول له نخلي اسمك ونعطيك ماستر ب 60 ورقة، ولا عدى 60 ورقة يقدم على مال المدارس. شوف له غير شغله بغير هاي الاستاذ. شو الاخبار؟ رعاية. رعاية. طلعوا عليه باحث بس ماكو. شو عجب؟ ماكو يعني بس الواسطات يشتغل. عنده واسطة بالوزارة يطلعوها. ما عنده واسطة ما يطلعها، اعتقد صار 6 شهور 7 شهور. باحث طالع بس ماكو. هم اكتب لنا رقم، اكتب يا رعاية. وضع تمام والله. ايش تشتغل انت؟ انا ابيع كارتات قصب. عافيه. كارتات ها؟ يقول هنا كل شيء رخيص، حتى الكارت رخيص؟ كل شيء رخيص. 6000 قصد ويومي 1000. ها تبيع كارتات بالقصد؟ ايه. باليوم 1000؟ ايه. هذا ابو الخمسه. ايه. ها. والله. شلونك؟ مشكور حبيبي. طالع تقريبا فوق السنه قاطعين راتبه من الرعايه. ابن عم له شقن منشار. يعني قاطعين راسك تقريبا فوق السنه. شلونك؟ زين؟ شو اسمك؟ حمود. حمودي؟ متزوج حمودي؟ لا لا لا. ما متزوج. ايش قد نسبة العجز كتبوها؟ 30%؟ 30%. شكله مال 30%؟ لا والله. زين، ايش قد يعطوك راتب؟ 130. 120. 120. 120. قطعوها الرسمي. سال ايش قد قاطعين الراتب؟ 12. سنة؟ سنة. احنا راح ناخذ رقم تليفونك ونبعثه الى ست رقية من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى اسمه؟ اسمه احمد. احمد. شكرا احمد. شكرا جزيلا. شكرا. ها؟ شنو قاعد تسولفون؟ شنو قاعد تحجون؟ شلونكم؟ اخبارك؟ شلون الوضع؟ الله يسهل زين. شلون ال الشاي والقعده والسلام عليكم. تعال يمنا هنا انا خلي تعرف عليكم. لو نقعد يمكم خلي نقعد يمكم. سريع سريع. اي اي حبيبي شلون الوضع؟ شلونك حبيبي؟ الله يسلمك. اخبار المدينه؟ والله زين نعم تمام. اكو مناشد من المدينه وكل فئات الشعب. هسه بالنسبه للبطاقه التموينيه توقف العمل بها من تحويل البطاقه الورقيه الى بطاقه الكترونيه، والمواطن قاعد يعانون انه توقف كافه العمل النقل والشطر والاضافه وهذا الحين اصدار البطاقه الالكترونيه. وهسه يعني معاناه العالم يعني حتى تاخر الحصه التموين على المواطنين. هذا مهم. اي كلش مهم. مناشده لازم لاداره التخطيط والمتابعه وزاره التجاره قسم البطاقه التموينيه. مشكور. هاي هو قاعد يعانون منه بس العالم يعني ما تقدر توصل لهذا الشيء، كل ما يروح تاخر هذا ايش قد شوف عن اكثر من سنه هسه متوقف هذا العمل مال البطاقه التموينيه، انت تعرف الشغله شلون. صحيح. كل العمل متوقف بها، الحين اصدار البطاقه الالكترونيه، والبطاقه الالكترونيه شو وقت راح تصدر؟ هم اخذ لها سنين وبعد هم سنه وبعد هاي المعاناه باقة على المواطنين، فمناشد للمدير عام دار التخطيط والمتابعه تعجيل. شكرا جزيلا. اي والله. شكرا وملاحظه مهمه. شكرا جزيلا يا جماعه. شكرا. هاي شنو هذا؟ ايش مشتري؟ اكو واحد شفت مشتري صمون. هاي يا جماعه. مشكورين على ال ارجع لكم. تحدثت بالبطاله وتحدثت بامور البنى التحتيه. العفو العفو. تحدثت بامور البنى التحتيه وتحدثت بامور اللي تخص الخدمات، لكن ما تحدثت بالامور تخص الشباب. البطاله الموجوده بالمدينه، الشباب اللي ما قاعد يحتوونها لا حكومه لا منظمات مجتمع مدني، لا شباب يعني اكثريتهم استاذ علي جاي تنحرفوا بطريق غلط. اريد احتواء للشباب، اهتمام بالبطاله. احنا من خلال منبركم الشريف نطالب انه يحتوون الشباب، شباب المدينه. المدينه تقريبا مليون الى مليون ونص شاب، يعني لا نص نص. عليكم السلام. هاي ارقام حقيقيه استاذ.
ارقام حقيقيه اذا مو اكثر. 1.5 شاب. نعم نعم، واذا مو اكثر استاذ، انا احصائيات يعني من خلال المدارس والجامعات الموجوده بمدينه الصدر، يعني هاي احكي لك اياها من عدا الشباب اللي هم اميين لا دراسه وفقط اعمال حره. فنطالب من خلال منبركم الشريف قناه الشرقيه قناه المواطن العراقي. شكرا. الله يحفظك، هذا شهاده استاذ امام الله احكيها، قناه المواطن العراقي اللي تبحث عن سعاده وراحه المواطن العراقي. اعمالكم الخيريه يعني سبقت كل القنوات، مع احترام القنوات العراقيه. شكرا. الله يحفظك. شكرا جزيلا. فنتمنى احتواء الشباب. شكرا جزيلا. الله يحفظك. شنو الاخبار؟ الاخبار ابو حسين. تعال هنا يمي. يا اخوي يا ابو حسين الصبر لي. اي. عدلت الحدوديه ما بين ايديه. الله الله الله. اجل الخل الولد اللي معدنان خليه يا ابو سعود. ودول الله وياه والطيب يعود. الطيبه جت من عندكم. بيوتنا مفتوحه لاي الخادم. احنا هنا بين اهلنا وناس هذول اخواتنا واهلنا. مو بس اهلك. علي الغالدي. تسلم. تدري ايش قصدي؟ احكي لنا احكي لنا. احكي لنا شعر. شعر طينا شعر. شعر شو اقول لك؟ اي. لا اريدك ولا اريد يزدك علي. اي. وبسبع صابونات غسلت يدي. ليش؟ انا اقول لك ليش؟ علاوي علاوي علاوي. لا نعيده. نعيده. لا اريدك ولا اريد. اي. يزدك علي. اي. وبسبع صابونات غسلت يدي. اي. ها غلطت العالم. تعال تعال هنا تعال. تعال اجي وياك. هنا تفضل. انا حميد بجيرانك. وين نعمل؟ تفضل هناك. اي قول. سمعنا الشعور. علاوي ما اقدر اسمع كليات تعبان. صحة وعافية. عنده ضغط. صحة وعافية. ها بالقران هاي كل المنطقة. اموره تعبانة. يعطوني اموره تعبانة. مر علي صار بالخمس سنوات. بالقران حتى لما انا ما ادري باسم السكر. وتعال اهلي ب 23 سجل رقم الدائرة 19 على 16 على 23. والوحيد بالقطاع اسمه ناصر ضايق طشطوش. احنا استاذ ناصر. قول. نريد رقم تليفونك. ما حد والله تليفون. اكو احد. ناخذ رقم تليفون تكتب يا مرعاية. الله يرحم والديك. اكتب رقمه واحنا نتابع ويا الاخوان بوزارة العمل وشو نشتري. حسن انتظر. علاوي. حسن شنو الاخبار؟ علاوي الاخبار شنو الاخبار؟ علاوي. شعر. شنو؟ قول. شعر. شحتوا شقل للناس. اي. شحتوا شقل للناس من ضيم شحت. اي. استكن بلعب راس بس شحت يمشي. صحة وعافية. صحة وعافية. ابو حسين هذا كله 23 لك. تسلم لا. مليك وصلنا كله لك. تسلم شكرا جزيلا. قلت له يا اخوي يا ابو حسين الصبر لي. ايه. عدلت الحدوديه ما بين ايديا. يقول له الونا اللي معدنان خليه يا ابو سعود. ايه. ودول الله يا وطيب يعود. والله الله فرضك علي ترى. الحمد لله. ان شاء الله يكون سبب. اي والله انتظر. حاضر حاضر ابشر. السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك؟ حبيبي ابو حسين شلونك؟ شلونك؟ الله يديمك. زين؟ الله يحفظك. شنو الاخبار؟ والله خير وبركه. زينين؟ نعم. ابو منو؟ انا ابو حسين. والنعم. نعم منو؟ شلون مريدي؟ شلون مدينه الصدر؟ والله عايشه العالم على بساطتها عايشه. نعمه خير من الله شو اسوي؟ والله طيبين والله يرزقكم. الله يسلمك ابو حسين. والله يوفقكم. هلا بالشرقيه وكادر الشرقيه. تسلم. يا اهلا وسهلا بك. تسلم. الف هلا ابو حسين. شنو الاخبار؟ ابو حسين 12 بالليل بالوحده. يطلون دروس على الانترنت. اكو ناس فقره ما عليها يعني فلوس تشترك بالثنتين بالوحده كلها عنت. هذا القرار صحيح؟ هذا المشروع صحيح؟ يعني هذا القرار هسه وقفوه صحيح؟ انا ما اعرف. هاي الشرقيه نصرتها التربيه توجه بايقاف اعطاء الدروس والواجبات عبر مواقع التواصل. صحيح. لان بالسبعه الصبح اذا عندهم امتحان بالسبعه الصبح يدزونه يعني له تقريبا ربع ساعه. وين يلحق يقرا؟ وين ما يلحق والله هسه. هاي من سلبياتها طبعا. يعني انتم تفضلون ايقاف الالكتروني والاعتماد على طبعا باعتبار ان انت ما عندك انترنت ما عندك كهرباء ما جزء ما عندهم انترنت وما يلحقون يعني لو يدزون الدرس بالوحده بالليل امتى يلحق يقرا؟ فالافضل يرجعون الدروس يعطونه يعني اثناء الدوام. انتم هسه قريتوا من الموقع الرسمي مال الشرقيه؟ اذا الموضوع صحيح طالما نشرت الشرقية فأكيد هو صحيح. شكرا جزيلا. وين أبو الشاي؟ أبو الشاي وينه؟ أنت أبو الشاي؟ تعال عرفني على الشاي. شو اسمك؟ علي. علي. شلونك علي؟ الله يحفظك. إخوان؟
لا احنا اصدقائنا ابو مريد. اهلا وسهلا. الله يحفظك من الله. شلون ابو مريدي؟ نعمه. استاذ علي الله يخليك، احنا مال التربيه مال وزاره التربيه، احنا عمال خدمات وحرفيين. البارحه طلعنا مظاهرات على مود رابط 6000 الناشد يعني من خلال قناتكم وزير التربيه. يعني لو يسوي لنا حل، لو يقول يا مثل انتم بعد يعني انتم هذا الرابط مالكم يعني بعد، ها هي من خلال قناتكم. احنا بس نريد الناشد، احنا موظفين خدمات، طبقنا للمدارس والله العظيم يعني المدارس يعني يوصل لقيناه اللي جاء. احنا نقذنا هاي الطلاب من تنظيف، من تصليح، من كهربائيات، من غيرها، والله واي شغله سوينا، ولحد الان احنا ماكو راتب. يعني جاي يجونا ذاك بدون راتب، صار لي سنه بدون راتب والله سنه، وهسه هاي اخر شيء يعني قطعنا الدوام بعد ما ندهم راتب ما ماكو راتب والله بعد. الطول ال 14000 احنا ظلينا سرابط 6000 ماكو. احنا يعني هاي ابناء مدينه الصدر، البارحه مظاهرات طلعنا، وبعد يما الله يما وزير التربيه اما يوافق علينا اما يقول لنا مثل تم فليش يخلينا احنا هيك متاملين. ايش قد عددكم؟ احنا هسه حاليا هسه احنا 6000 ومنك 2.5 صاروا 8.5 يعني. شكرا جزيلا. الله يحفظك اخي. الله يحفظك شباب. هم موضوع التربيه. سلامتك خير وتسالم. شلون المدينه؟ الله يسلمك. استاذ علي عنده مناشده. بال 2014 اخذنا هسه عنده قيد جنائي، اي تعيين ما يرهن. ما قدمت ما قدمت وانا طلعت اطلاق سراح من القاضي. اي هذه هي مجاد داخليه. اي والله احنا نطلب رقم تليفونك. والاخوه يعني بالشكاوى، شكاوى المواطنين. هنا الاخ يقول لك انا محروم من التعيين بسبب القيد الجنائي. نعم. اذا ممكن رفعه على مود، حتى يمكن انت ما تقدر تسافر مو على القيد. لا ما بالرغم ان انت عندك بالرغم ان انت عندك براءه من القاضي. صراحه من القاضي بدون كفيل. يا ريت والله اريد اخذ تليفونك. والله انا ممنون. اكتب يم الداخليه. انا اشكرك. شلونك؟ الله يسعدك. شلونك؟ شلون صحه؟ انا موظف بالتصنيع العسكري. ممتاز. سنه ال 84 لحد السنه اللي بالسقوط صارت اللي هاي الاشكالات والهاي ما رحت راجعت. فمن ما راجعت صارت صوبت بوقت الارهاب ورحت راجعت عليها، رحت راجعت، من راجعت للوزير النائب الوزير يقول لي انتوا هل التصنيع العسكري انتوا اللي خربتوا الدوله، ما رجعك للراتب مالتك ولا طلعك تقاعد ولا هاي. وانا لحد الان لا تقاعد، خدمتك 15 سنه. لا بس هو اللي خدمته 15 سنة أتوقع لازم يصير 18 يمكن. أي هسه ماكو لا يرجعني للوظيفة ولا يرجعني هاي. يقول جماعة أهل التصنيع العسكري اللي أنتوا دمرتوا العالم لا نحسب لكم راتب ولا وظيفة. قلت له زين جماعتي، قال هذولاك مستمرين سابقا، أنت ما مستمر. قلت له أنا بالإرهاب عندي صار شو اسمه صوبت ورجلي بلاتين وما قدرت أداوم. هسا لحد الان انا مقوم محامي وماكو فايده بيها، ما يرجعوني. شكرا جزيلا. أشكرك. هذا موضوع مهم انت ذكرته، رحمه هذا موضوع وادي. مهم اشكر جماعه التصنيع العسكري. ها شلونك خالد؟ وين تعرفه؟ اعرفه. جواريكم قرايبنا شلونكم؟ شلونك زين خالد؟ اسمك انت؟ عبد الله. عبد الله. وانت ايش اسمك؟ مرتضى. وانت؟ اشتر. زين انت هنا تعرف يا منطقه اليوم؟ وين بيا شارع؟ مدينة الصدر قطاع 23. اي شو اسم هذا السوق؟ اي سوق مريدي. شو تسوي هنا بالسوق؟ مو هذا فرعنا قدامنا. فرعكم هنا؟ ايه. وتجون هنا تتمشون؟ نتمشى نروح السوق الطيور نروح سوق. شلون السوق؟ زين. شلونك عمو؟ اخبارك؟ شلون الاخبار؟ شلون الوضع؟ زين الحمد لله. نعم. ونعم منكم. عندي مناشدة. أنا كنت على حدود سوريا بزمن النظام السابق، وحالنا من الاستقالة إلى تقاعد قسم من 7 سنين إلى 7.5 استقالة تقاعد. فمن ذاك اليوم لهاليوم إحنا نعتبر فصل سياسي. زين. فراجعت شارع فلسطين مال الفصل السياسي، قال لي أنتم متأخرين وما أجيتونا. زين. إلا تجيب شهيد عندك درجة رابعة، درجة أولى، ثانية، ثالثة، رابعة. زين. يلا نعيدك دارتك. احنا حالنا على التقاعد، بس التقاعد كان 100 دينار. 100 تصعد منا أنا من مريدي تصعد الجميلة ب 100 وترجع ب 100. فبقينا 13 سنة ونص على هالوضعية هاي. زين.
فأنا ناشد رئيس الوزراء لو أن عايدين دوائرنا الرسمية اللي كنا بيها زين، إحنا من الداخلية حالونا على الجيش زين، كانت معايشة بقت، فحالنا على التقاعد بسبب كان جماعة طلعوا عبروا سوريا على هاي الحالة هو طلعنا، فاعتبرنا إحنا فصل سياسي والكل مستحقات هسه مش معنا. شكرا جزيلا، إن شاء الله توصل مناشد. الله يسلمك. نعم تفضل. إي والله أنا صار لي 5 أشهر مقدم على الرعاية الاجتماعية، وقاعد بالإيجار، وضعي تعبانة، الدبن مريض، كلش الحالة تعبانة، بلكت هاي المناشد. والله تكتب رقمك يا رعاية. إذا إحنا اليوم أكثر المناشدات مثل ما شفناها تخص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فنتمنى الاستجابة من وزارة العمل، وإحنا راح ناخذ أرقام الإخوان المواطنين هنا تحديدا من مدينة الصدر، وإن شاء الله راح نتابع كل الناس اللي ناشدوا وزارة العمل، نشوف وين وصلت معاملاتهم، كلهم نجمعهم حتى نوثقها ونشوف الناس إن إحنا مو بس نسمع كلامهم، لا إحنا نتابع معاملاتهم سواء في وزارة العمل، في وزارة الصحة، وفي باقي الوزارات اللي تستجيب لبرنامجنا. بالإضافة إحنا اليوم عندنا مناشدات لوزارة الداخلية، لوزارة الدفاع، ووزارة التربية. أي وزارة من هذه الوزارات اللي تم مناشدتها تجينا الاستجابة كذلك راح نذكرها، وهذا واجبنا إن إحنا ننقل صوت الناس ومعاناتهم، وعسى ولعل هذا البرنامج يكون سبب حتى يتمتعون باستحقاقهم. هذا حقهم وهم يردون يتمتعون بحقهم. احنا تواجدنا اليوم في مدينة الصدر بين اهلنا وناسنا، شكرا على طيب الاستقبال، وان شاء الله احنا مستمرين برحلة برنامج كلام الناس. شكرا لكم، الله يعطيكم.